لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر في نشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم جميعا، يا رب تكونوا بأحسن صحة وبأحسن حال ويسعد مساكم أينما كنتم. معاكم عطر الحياة من الدنيا الفانية ومتابعين الكرام، وحشتوني جدا جدا جدا. أتمنى من ربنا عز وجل أن أنتم كلكم تكونوا بخير وعلى خير. رمضان كريم والله أكرم. أنا جاي لكم النهاردة الوصفة لذيذة جدا للناس اللي عندها صلع، صلع سواء كان وراثي ولا صلع نتيجة لضعف في الشعر. والصلع ما بيتصلش على فكرة على الرجال فقط، لا هو للرجال وللنساء، يعني اللي شعرها خفيف ده بنحسبه صلع. جاي لكم بوصفة بسيطة من المطبخ، بس هتعملوها على النحو الآتي. ولكن لو أول مرة بتزوروا القناة يسعدني جدا انضمامكم للقناة، وكمان لينك صفحتي على الفيسبوك أسفل الفيديو في الديسكريبشن. يسعدني كمان ان انتوا تعملوا لايك ومتابعة للصفحة. وصفتنا النهاردة بسيطة جدا، هي من بصل. هتجيبي بصلة وتقطعيها او تفرميها بشوريها، اعملها اللي تعمليه، المهم ان انت هتجيبيها وتسيبها كده اما هي اللي تنزل ميتها. انا عايزة ميتها دي هي اللي تنزل طبيعي، انا سايباها كده بقالي ساعة اهو، يعني فرمها كده وسيبها ساعة. وعايزين عسل نحل، هنعمل خلطة هتعزز الكولاجين في الشعر وبالتالي هتعالج الصلع ان شاء الله. بس حال الوصفات بشكل عام، سواء تستخدموا الوصفات للتخسيس، للبشرة، للتفتيح، لازم يكون عندك طول بال وصبر، عشان الحاجات دي احنا فيها مش بننجح. هتجيبيها وتفرمها كده لايدك اهو، بايدك. انا مش عايزاها لا بهاند بلندر ولا باي حاجه، انا عايزاها بايدك كده. هسيب الحاجات اللي بتوع دي عشان ايه، اضمن ان هي اتفرمت اكتر. دي شاشه، خلي بالكم لحظه انا عملت ايه، شاشه مش مصفى. ليه بقى؟ عشان احطها كده واقدر انا افركها بايدي. هنطلع مية البصل صافية، شايفين؟ شايفينها؟ هي ما شاء الله كتير، هي دي بصل واحد. فرم فيها كده شوية وبعدين ايه؟ أصل خلاص؟ هنحتاج معانا معلقة عسل نحل. من كتر ما بشتغل وصفات هبص المقادير بتتعمل ازاي. انا بقى شو ايه الكون كده بقى فيه بصل. بسم الله هندوبه مع بعض. انتوا عارفين ان العسل النحل بيعزز كل حاجه، سواء هتستخدميه على البشره او على الشعر، فيه فيتامينات ومعادن ومضادات اكسده، والبصل غني بالكولاجين. ممكن تستخدمي البصل وعصير الليمون، او البصل والروزماري، او البصل وعسل النحل زي ما انا عملت النهارده. خلاص هنقلبهم كويس جدا. الطريقه كالاتي، منطقه الصلع هتجيبي قطنه كده وتاخدي من الخليط بتاعنا وتفركي المكان جامد. ثواني البتاع اتحرك معانا اهو، تفركي المكان جامد، تفركي كده جامد عشان تضمني ان هو فعلا المكان ده شرو. واعمليه من بالليل للصبح، كل يوم من بالليل للصبح، من اول اسبوع هيجيب معاكي نتيجه فوريه، ده لو انت بتستخدمي وصفتنا. وان شاء الله بعمل معاكم زيت البصل. شوفوا يا جماعه، هو ممكن يكون البصل مش وهو معصور
بعكس هو مغلي، يعني هو معصور ريحه البصل موجوده، لكن هو مغلي ريحه البصل مش موجوده. تمام، انا معاكم ان الريحه هتكون صعبه شويه، بس ده احسن واقوى حاجه تقدري ان انت تعالجي بيها الصلع وانه شعرك يرجع له تاني الشعر. فلو انت ماشي على علاج معين وطعم وحش، بس هو بعد ربنا في الشفاء، بتضغط على نفسك عشان تعملي تشربي. كذلك البصل، هو البصل شاذ بالطريقه دي، شاذ جدا، بس عشان نقدر نعالج الصلع نتبعه ما يهمش. من اول اسبوع هيبان معاك ان شاء الله النتيجه، بس من بالليل للصبح، يعني فركي مكان الصلع جامد واسيبيه من بالليل للصبح ان شاء الله. والصبح اغسليه بالشامبو بتاعك، والافضل الافضل انك تغسليه بميه البقدونس، يعني تجيبي شده بقدونس وتغليها وتغسلي بيها، ده الافضل الف مره، وهتدعي لي ان شاء الله. يبقى الوصفه ده جميله جدا جدا جدا. اتمنى من ربنا عز وجل ان الوصفات تكون بتجيب معاكم نتيجه. ولو انتم محتاجين نغير محتوى القناه لشيء معين انتم حابينه، اتمنى التطوير في القناه يفيدني ويفيدكم. متابعينا الكرام، يا رب اكون قدرت افيدكم ولو بجزء بسيط. لو بيعجبكم وصفاتي بشكل عام، ما تنسوش باللايك والشير والسبسكرايب. دمتم في حفظ الرحمن، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.